واش لي تخدم موتيفاسيون مهمه، واش باقا عندها اهميه، واش خاصني نتعلم من صايبها ولا غادي نضيع فيها غير وقتي. في غالب الاحيان ملي كتبغي تدفع سي في لشي ستاج ولا شي خدمه ولا شي مدرسه باغا تقرا فيها ولا شي منحه خارج المغرب، كيطلبوا لك معاه لي تخدم موتيفاسيون، رساله تحفيزيه اللي نقدروا نقولوا حنا كتكمل لك السي في وكتعبر بمدى اهتمامك لهذه الحاجه اللي باغي ندفع عليها. وحتى الا ما طلبوهاش فخاصك تتعلم تكتبها. علاش؟ حيت اليوم الاغلبيه كيتعامل بالبريد الالكتروني المايل. ملي كتبغي تصيفط السي في ديالك لاي شركه او مؤسسه فكتصيفطو على شكل بي دي اف، وهذا المايل اللي غادي تصيفط فما كترسلوش خاوي، ما كنديرش فيه غير البي دي اف ولوبجي ديال المايل بوان، لا خاصك واحد النص معاه. السلام عليكم، انا شفت الاعلان او الطلب ديالكم ولقيتو كيناسبني بزاف، ونيت انا من شحال هذه وانا كنتسنى في هذه الفرصه، انا جد مهتم بهذا الموضوع وزيد وزيد. وكتقول ليه فوالا السي في ديالي باش تعرف عليا مزيان اكثر. وهذا التقديم او النبذه اللي كتهضر فيها على راسك وكتبين فيها مدى الاهتمام ديالك والحماس اللي عندك سي اون موتيفاسيون. اذا سوا طلبوها ليك على شكل وثيقه او ورقه سيباريمون كيف ما طلبوا لك السي في، ولا ما طلبوهاش ليك كاع فخاصك تعلمها حيت غادي تحتاجها في المايل وحتى في اللغه ديالك. الا بغيتي تطلب شي واحد ولا الاستاذ ديالك نيت وبغيتي تشد مع البي اف او، كيفاش غادي تعبر ليه على الحماس والشغف ديالك باش ياثرك في لو بروجي دو فان ديتود؟ فوالا. ودابا غادي ناخذ مثال غير من الانترنت ونتبعوا عليه. في الاول غير نقل، خذ نموذج ودخل فيه معلوماتك، وغادي تما غادي بشويه بشويه حتى تولي قادر تصيب واحد بروبر ليك انت اوريجينال. كل حاجه بغيت ندفع ليها ندير لها اون ليتر دو موتيفاسيون بالنسبه ليها بالضبط، ولكن سير معايا دقه دقه حتى توصل ان شاء الله. غادي ناخذ ورقه وستيلو كيف ما درنا المره الفايته مع السي في، غادي نجي لفوق اقصى اليمين وندير المدينه والتاريخ كازابلانكا لو 20 اكتوبر 2020، وفي اقصى اليسار غادي نحط هاد لي كوردوني نو اي برينو ايوب ناجم لادريس ديالي، ومن بعد الكود بوستال غادي تلقاه في ورقه الموضوع، ونزيد عاوتاني الهاتف ديالي لو نيميرو دو تيليفون والمايل البريد الالكتروني. شوف واش عندك اوت مايل ولا جي مايل ولا شنو عندك. دابا غادي نمشي على اليمين ونهبط شويه وندير الى السيد مدير المؤسسه وندير السميه ديالها بيان سور، وعلى حساب واش باغي ندفع لشي شركه غادي ندير ا مسيو لو ديريكتور دو لونتربريز، ولا شي مؤسسه لو ديريكتور دو ليتابليسمون، ولا كتب نو دو ديريكتور دو بوين نو دو لونتربريز دو بوين لادريس دو لونتربريز دو بوين. هنا في حالة كنتي عارف السميه ديال المدير وسميه الشركه ولادريس ديالها فين جات، يعني مسيب لي فين غادي ندفع ماشي غير كنكتب اون جينيرال. ومن بعد كنجي لاسفل على اليسار وكندير لوبجي دو بوين ليتر دو موتيفاسيون ولا دوموند دو ستاج ولا دوموند دومبلوا بور لا بوست ديال ادمينستراتور ولا تكنيسيان ولا انجينيور سا ديبون. وكنهبط شويه وكندير مسيو لو ديريكتور سيدي. دابا الفقرة الأولى، جي لونور اي لو غران بريفيليج دو فو دوموندي دو فوتر بار اي بيانفيونس دو بيان فولوار موتوريزي ا بروبوزي ما لتر دو موتيفاسيون ou la ma demande pour le concours X الا كان شي حاجه متعلقه بالدوله ولا بشي مدرسه ولا جامعه. سينو الا كان في الخاص غادي تقول pour la poste de point وندير كروشي ونكتب سميه لا بوست، واش تكنيسيان ولا كونسلطان ولا ديريكتور ولا ريسبونسابل ولا نابورت. المهم دير فيها ثلاثه سطوره ولا اربعه برك كافيين. دابا الفقره الثانيه غادي نهضر فيها على التخصص والدبلوم اللي عندي. ما فورماسيون على فاكولتي دي سيونس دو رابات L'obtention de la licence en chimie et ma motivation constituent des atouts qu'ils vont sans doute mettre à la disposition de votre poste X, peut-être aide chimiste ou le technicien ou la opérateur à l'HSM. Donc, là, on va voir l'HSM le poste de l'Albin, l'HSM le chef de dialogue. ويمكن لك تزيد شويه، هذا غير مختصر. دابا الفقره الثالثه غادي نهضروا على شنو استفدتي من التجارب ديالك والكفاءه اللي عندك. لوبورتونيتي دي ستاج كو جي في، هنا في حاله كان عندك لي ستاج، الا ما كانوش عندك قول لهم لوبورتونيتي دي زيكسبيريونس كو جي فيكو مون بيرمي بلو بارتيكولييرمون دافوار ان اسبري براتيك اي كرياتيف. وهنايا حاول تحط لهم شي حاجه اللي عندك ومديرينها في الطلب اللي قريتي، مثلا لو سونس دورغانيزاسيون l'esprit d'équipe وحتى داكشي ديال التكنيك حتى هو يمكن لك تحطو. بحال لي شيميست يقدر يدير ليه préparation des solutions interprétation des résultats rédaction des rapports. وقول لهم هادشي راكم طالبينه وانا كنتوفر عليه et ceci je le remplis. نزيدو الفقره الرابعه نهضروا فيها على الشركه اللي بدفع عليها، يعني خصك تكون بحثتي فيها مزيان باش كتميز وشنو اللي خلاك انت تدفع عليها، ولا مدرسه مثلا دونك نفس الشيء سواء ايكول ولا اون انتربريز.
دونك هنا خصك دير واحد المجهود اضافي اللي هو تمشي تقلب وتبحث مزيان باش تعرف شنو تكتب ليهم. واخيرا المرجو تقبل طلبي هذا واخذه بعين الاعتبار. Dans l'attente d'une réponse de votre part, j'espère que ma candidature retiendra votre attention et que vous pourrez lui donner une suite favorable. Veuillez accepter, mesdames et messieurs, mes respectueuses salutations. D'abord, c'est une lettre de motivation au CV. Alhamdulillah, on t'a fait quelque chose. غادي ندخلهم في البيسي ديالي ولا في التليفون ومره مره نزيد فيهم شويه شي فورماسيون ولا نزيد نموديفيه ونطورهم حتى يوليو تري بروفيسيونيل. اي فوالا المره الجايه غادي نتعلموا كيفاش تجاوب على واحد طلب العمل وتشوف هذوك لي كونديسيون والبروفيل اللي طالبين هما واش عندي انا ولا نو، ولا ما كانش عندي كيفاش نقدر نبنيه ونوجده.